السيدات والسادة الحضور الكريم، السيدة المناضلة مريم رجوي، اسمحوا لي أن أبدأ معكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. يستحضرني كلمات أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. نعم، أن الشعوب لا يمكن أن تقهرها النظم. نعم، أن الشعوب لا يمكن أن تقهرها النظم الحاكمة مهما طال الزمن. السيدة الفاضلة مريم رجوي، ابشري وأبشروا معها، ابشري وأبشروا معها جميعا، لكم في مصر أسوة حسنة. والفجر آت لا ريب فيه، لقد خرجنا 35 مليون مصري، افترشنا الميادين وتقاسمنا الخبز معا، وصلينا الفجر معا حتى جاء الفجر. أبشروا أن الشعوب لا تقهر، وأثق أيها المناضلة، وأثق أيها المناضلة أنني سأفطر معكم العام القادم في إيران. ومن هنا أخاطب العالم كله، ومن هنا أخاطب العالم كله والمجتمع العالمي وبشكل خاص أمريكا والأمم المتحدة، العمل الفوري للدفاع عن إرادة الشعوب، وأن تنحاز أمريكا للشعوب لا للنظم، لأن التاريخ لن يرحم، لأن التاريخ لن يرحم من يساند نظم على حق الشعوب وإرادتها. وأتمنى من كل قلبي أن ألتقي بمجاهدي خلق على أرض أوطانهم، وتعودوا من الشتات في أنحاء العالم لأرضكم التي تناضلوا من أجلها، ولتكن ثورات الربيع العربي هي مدد لاستمرار نضالكم. وفقكم الله، وأسقط كل الطغاة، كل الطغاة، كل الطغاة في كل العالم. شكراً.